يعاني الأسرى الفلسطينيون الأمرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها والتي تشمل التجويع والتعذيب والتحرش الجنسي، ويبقى بعضهم فترات طويلة قيد الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة لهم. قد ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي خلال عدوانها على قطاع غزة الذي بدأ في 7 من تشرين الأول الماضي. ومن بين تلك الانتهاكات الزج بآلاف الفلسطينيين في سجونها، ولم يقتصر الاعتقال على الفلسطينيين في غزة بل طالهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة أيضا، حيث زج الاحتلال بآلاف الفلسطينيين في السجون بموجب قانون الاعتقال الإداري والمقاتل غير الشرعي. كما سجل العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الرجال كسجن النقب، من ضمنها التعذيب والضرب المبرح والتجويع وتجريد النساء والفتيات أيضاً المعتقلات من ملابسهن. وفي وقت سابق أشار مركز فلسطين للدراسات الأسرى أن ثمة فلسطينيين فقدوا حياتهم نتيجة الضرب المبرح في سجون الاحتلال بسبب ممارسات التعذيب الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، التي وصفها المركز بأنها أفعال شيطانية. وتابع المركز أن بعض الأسرى يعانون من كسور في الجمجمة أو الفكين أو الصدر أو الظهر أو العمود الفقري بسبب التعذيب، وثمت سجناء قطعت أذانهم أو أصيبوا بالعمى بسبب إطفاء الجنود الإسرائيليين أعقاب السجائر في عيونهم وسط صمت مطبق من المؤسسات التي تدعي الإنسانية وتتشدق بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الأسرى. من جانبه كشف نادي الأسير الفلسطيني اليوم أن قضية العدد المعروفة أيضاً بالفحص الأمني أصبحت محطة للتعذيب والاعتداء على الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر بعد تاريخ 7 من تشرين الأول الماضي. ووفقاً لشهادات الأسرى التي رصدها النادي الفلسطيني، فإن عملية العدد أو الفحص الأمني تتم عبر وحدات خاصة مسلحة، حيث يطلب من الأسير الجلوس على ركبتيه مع وضع وجهه على الحائط أو تجاه الأرض، وفي حالة التأخر أو التحرك ببطء دون أي اعتراض يعتبر ذلك مبرراً للاعتداء الجسدي عليه بالضرب والتنكيل، إضافة إلى استخدام الكلاب البوليسية في تلك العملية داخل زنزانات الأسرى. أهلاً ومرحباً بكم في تغطيتنا المفتوحة التي سنتوقف فيها عند وقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات بحقهم، وذلك في ظل معركة طوفان الأقصى وتطورات العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 37 بعد المئة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا في الاستوديو، عضو اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، البشمهندس مازن ملصة. مساء الخير بشمهندس. مساء النور، أحييك أستاذ بسيم وأحيي قناة اليرموك على اهتمامها بقضايا الأمة وقضية الفلسطينية ومعركة طوفان الأقصى وقضية الأسرى. يا مرحبا بك بشمهندس، ونبدأ الحوار مع ضيفي هنا بعد أن نتابع وإياكم التقرير، لا تبتعدوا. عشرة الشهادات عن الضرب وإساءة المعاملة والإهانات الجنسية والإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم أكثر من 11,000 أسير، وثقها تقرير صادر عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان. ويكشف التقرير صورة جديدة وشاملة عن انتهاكات لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى الكيان منذ طوفان الأقصى، حيث يستعرض التقرير القيود المختلفة التي فرضت على الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، ويحلل كيف شرعنت تل أبيب ذلك عبر القوانين. وتتطرق المعلومات الواردة في التقرير إلى 3 مجموعات من الأسرى، هم سكان قطاع غزة الذين امتلكوا تصريح إقامة في الكيان وتم اعتقالهم عند اندلاع الحرب، ومئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين تم أسرهم خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة وأيضا أثناء الحرب، والأسرى الفلسطينيون الذين تم اعتقالهم قبل أو بعد الحرب الذين تحتجزهم مصلحة السجون. ووصفت الشهادات الواردة في التقرير العنف اليومي الذي يمارسه السجانون الذين يدخلون الزنازين من أجل ضرب السجناء عشوائيا بالهروات وغيرها من الأشياء من الشتائم والضرب وتجريدهم من الملابس ومنعهم من النوم وحرمانهم من الماء والطعام لفترات طويلة.
ومنذ 7 من تشرين الأول العام الماضي كشف التقرير عن 8 حالات وفاة لمعتقلين وأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. كما يعرض التقرير قضية مقلقة تتعلق بالإخفاء القسري لمئات السكان من قطاع غزة والذين لم يكن العديد منهم متورطين في القتال، فيما يرفض الاحتلال إعطاء أي معلومات حول أماكن اعتقالهم أو ظروفها. ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى أكثر من 7120، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، وممن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، وممن احتجزوا كرهائن. إذن بعد أن تابعنا التقرير الذي يتحدث عن وقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرضون له من انتهاكات، أبدأ الحديث مع ضيفي هنا مباشرة. تصاعد واسع للانتهاكات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 من تشرين أول الماضي. هناك تقارير تتحدث عن أمور مرعبة تدخل يعني في سياق تلك الانتهاكات، ولكن قبل أن نتحدث عنها عن تفاصيلها وبعض ما يتعلق بهذا الملف، إلى ماذا تعزون تلك الهجمة الشرسة بحق الأسرى الفلسطينيين؟ ما أسبابها؟ كيف تفسرونها بداية؟ بداية نوجه التحية، تحية كل الإعزاز والإكبار لشعبنا وأهلنا في غزة، في غزة العزة. وأيضا نوجه التحية إلى المجاهدين في ميدان غزة، إلى كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس وكل المجاهدين الذين يرفعون السلاح ويدافعون عن شرف الأمة. وأيضا يعني نوجه أيضا من هذا المنبر أيضا نداءنا إلى الأمة، يجب على الأمة أن تهب لنجدة أهلنا في غزة ولنصرتهم، وأيضا لنجدة ونصرة الأسرى الأبطال في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني. أما بالنسبة لسؤالك أستاذ بسيم، لماذا هذه الهجمة الشرسة والحقودة والبربرية والنازية على الأسرى والأسيرات في معتقلات وسجون الاحتلال الصهيوني؟ الجواب له عدة أوجه، ولعل من هذه الأوجه أولا أن معركة طوفان الأقصى منذ اليوم الأول كان أحد عناوين معركة طوفان الأقصى كانوا الأسرى، تحريرهم، كان تحرير الأسرى. نعم. وهذا الهدف كان ضمن الأولويات، لأن معركة طوفان الأقصى كان هدفها الاستراتيجي البعيد هو التحرير، وكان العنوان الأول المسرى، طوفان الأقصى، المسرى والأقصى وتحرير المسجد الأقصى. وكان العنوان الثاني في هذه المعركة هم الأسرى. لذلك منذ اليوم الأول في التخطيط والتحضير والتنفيذ لهذه المعركة كان موضوع وقضية الأسرى هو الشغل الشاغل لمن قاد ونفذ هذه المعركة المباركة. لذلك العدو الصهيوني يدرك أن هناك معركة في الميدان وهناك معركة على تحرير الأقصى. هذا جانب. الجانب الآخر وهو أنه البعض قد يقول يعني غزة أبيدت واستشهد 30,000 شهيد عشان 4,000 من الأسرى، عشان نحرر 10,000 يروح 30,000 و60,000 جريح وتباد غزة. وأنا أقول أن هذا فهم قاصر، لأنه كما قلت المقاومة وضعت التحرير هدفا استراتيجيا، في سياقه جاء موضوع الأسرى. الأمر الآخر أن تحرير الأسرى هو يخدم هذا الهدف الاستراتيجي. تحرير الأسرى، العقليات، الخبرات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية الموجودة داخل سجون الاحتلال بتنوعها، الإفراج عن هؤلاء الأسرى هو يخدم معركة التحرير. لذلك اليوم تجد أن العدو الصهيوني بأجهزته الأمنية بمخابراته يضع فيتو كبير على الإفراج عن هؤلاء الأسرى، لأنه رأى كيف أن الأسرى المحررين عندما يخرجون من سجون الاحتلال لا يجلسون في بيوتهم، وإنما ينطلقون إلى معركة جديدة. نعم. وأكبر شاهد على ذلك اليوم اللي بقود كتائب القسام وحماس يحيى السنوار أسير محرر خرج في صفقة وفاء الأحرار، الشيخ صالح العروري الذي أراد أيضا أن يفتح جبهة من الخارج تم استهدافه. نعم. رحمه الله تعالى. لذلك موضوع الأسرى يجب أن لا ننظر فقط إليه من ناحية إنسانية، ومن ناحية رغم أهمية هذا الموضوع. نعم. ورغم أهمية أيضا أن ندرك أن إدخال الفرحة إلى كل بيت فلسطيني بتحكي عن 10,000 أسير أيضا يخدم تعزيز الروح المعنوية
وأيضا إظهار صورة النصر، والتي يحرص العدو الصهيوني على أن يأخذ هذه الصورة إلى جانبه. اليوم إخراج 10,000 أسير هو بالتأكيد صورة انتصار جديدة للمقاومة في غزة، يحرص الاحتلال على عدم يعني إعطائها للمقاومة وللشعب الفلسطيني. إذن أنت يعني أفهم من حديثك بشمهندس أنه ما يتعرض له اليوم الأسرى من تعذيب وتنكيل وتضييق داخل سجون الاحتلال هو جزء من العدوان الكبير الذي يحدث على أهالنا في قطاع غزة، والذي أيضا يواجهونه أهالنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو لا ينفصل عنها ويأتي كرد انتقامي. نعم، هو انتقام، وكما نعم وكما انتقام تفضلت بلغتك الأخرى وأؤكد على ذلك، هي أحد الجبهات المفتوحة الأسرى، مثل نعم ما في جبهة القدس وجبهة غزة التي هي الآن يعني تخوض المعركة بشكل رئيسي، جبهة الضفة هناك، جبهة الأسرى. الأسرى عبر التاريخ ساهموا في الجهاد والمقاومة قبل أن يعتقلوا ويدخلوا هذا الابتلاء، ابتلاء الأسر، وأيضا بقوا داخل سجون الاحتلال. الأسر حتى لديهم كانت لديهم مساهمة نعم قوية في الجهاد وفي المقاومة وفي العمل الوطني داخل سجون الاحتلال، لذلك كانت هناك انتقام وملاحقة وتعذيب. وأيضا الاعتقال بشكل أساسي بالنسبة للعدو الصهيوني هو محاولة لقتل الإنسانية داخل هذا الإنسان، لقتل روح المقاومة. التعذيب هو لسلخ هذا الإنسان، هذا المجاهد، هذا المقاوم، هذا الفلسطيني عن إنسانيته، عن انتمائه، عن أفكاره، عن إصراره على المقاومة. لذلك اليوم العدو الصهيوني يخوض أي نعم معركة، ويرى أن الأسرى هم الخاصرة القريبة التي يمكن استهدافها، ينتقم من هؤلاء الأسرى في محاولة للثأر لما حدث في 7 أكتوبر ولما يحدث يوميا من المقاومة وعمليات المقاومة التي توجع هذا الاحتلال. صحيح، وهو يعني شيء يعكس حقيقة الوجه لهذا الكيان المتوحش الإرهابي والعنصري أيضا والفاشي. اليوم نتحدث عن اعتقالات واسعة شهدتها الضفة الغربية والقدس المحتلة وأيضا غزة ما بعد التاريخ 7 من أكتوبر تشرين أول الماضي. ما هي المعطيات والأرقام المتوفرة لديكم، وهل لمستم فعلا فرق ما بين قبل تاريخ 7 من أكتوبر وبعد 7 من أكتوبر في عملية الاعتقال الذين يستهدفون اليوم في هذه الاعتقالات أيضا؟ ماذا لديك من معطيات حول الأرقام والتفاصيل؟ طبعا ما بعد 7 أكتوبر ليس كما كان قبل 7 أكتوبر. قبل 7 أكتوبر رغم الوحشية التي كانت تمارس ضد الأسرى، إلا أن مع بداية وصول الحكومة اليمينية المتطرفة وبن غفير تحديدا، نعم تحديدا قبل طوفان الأقصى، قبل طوفان الأقصى بدأ التضييق على الأسرى، وبدأت هناك مشاريع قوانين حتى وصل لمشروع قانون إعدام الأسرى ومشروع نعم سحب الجنسيات من الأسرى، من أبناء فلسطين الداخل 48، سحب الجنسيات ممن يقوم بعمل مقاوم، وتقليل كميات المياه والكهرباء وإلى آخره. وكان ذلك قبل طوفان الأقصى مع مجيء الحكومة اليمينية المتطرفة. كان الأسرى يخوضوا معركة مع إدارة السجون حقيقة. نعم، حول حقوقهم. نعم، يعني وكان هناك تخطيط لعدة يعني معارك إضراب عن الطعام، وبعد تراجع الحكومة الصهيونية وإدارة مصلحة السجون تم التراجع عن هذه الخطوات قبيل معركة طوفان الأقصى. مع مجيء معركة طوفان الأقصى المعادلة اختلفت، لأن العدو الصهيوني استباح كل الخطوط الحمر وكل الاتفاقيات واستباح كل الإنجازات التي حصل عليها الأسرى عبر سنوات طويلة من الإضرابات عن الطعام. كان هناك نوعا ما خطوط تفصل وخطوط خلينا نحكي اتفاقية معينة بين الأسرى من خلال إضراباتهم وبين إدارة مصلحة السجون. بعد معركة طوفان الأقصى جن جنونهم، استباحوا كل شيء، وأصبحت إدارة مصلحة السجون تتصرف كما يتصرف العدو الصهيوني ضد أهلنا في غزة بعقلية الميليشيات وقطاع الطرق. لذلك أصبح الجندي الصهيوني أو السجان يمتلك القرار الكامل في كيفية التعامل مع الأسير، وله أيضا ضوء أخضر حتى يصل لمرحلة القتل
والتنكيل، وبالتالي ليس هناك خطوط حمر في التعامل مع الأسرى. كان هناك غياب كامل للمؤسسات الإنسانية فعليا على الأرض، وبالذات للصليب الأحمر. عدد على حالات الاعتقال في الضفة الغربية تجاوزت بعد 7 أكتوبر حوالي 7000 اعتقال، طبعا هذا بدون أسرى غزة. بعد تاريخ 7 أكتوبر، بعد 7 أكتوبر 7000 اعتقال، هذه فقط في الضفة الغربية. نعم، هذه في الضفة الغربية، وهذا طبعا لا يتضمن أسرى غزة المحتجزين في معسكرات في ظل اختفائهم قسريا وعدم توفر معلومات موثقة عنهم. عدد الأسرى حتى نهاية شهر يناير الماضي، وطبعا الإحصائيات متفاوتة، وقد ترى أنه في جهة، لأنه حتى زيارة المحامين صعبة والإحصائيات ليست دقيقة 100%، ولكن تقديرية. الأسرى إجمالا مع نهاية شهر يناير أكثر من 9000 أسير، من بينهم 3484 معتقل إداري، وهذا يدل على ضخامة الاستباحة لكل القوانين والشرائع حتى الدولية. الاعتقال الإداري طبعا هو اعتقال موروث عن الانتداب البريطاني بدون أي دليل، ولا يسمح للمحامي بالاطلاع على التهمة أو لائحة الاتهام، بيحكوا له خطر على أمن الكيان، وهناك لائحة اتهام سرية. قبل 7 أكتوبر الاعتقال الإداري وصل إلى ما هذا كان الرقم؟ بهذا الحجم. ما لا. كان بهذا ما الرقم. كان بهذا الحجم لا. 606 من الأسرى صنفوا كمقاتلين غير شرعيين، كانوا هذول طبعا من معتقلي غزة. ماذا يقصدون بمقاتل غير شرعي؟ مقاتل وعلى غير شرعي يتم اعتقال هي صفة كانت بالذات للمقاتلين من غزة لمزيد من القمع في التعامل معهم. استشهد في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر 8 معتقلين على الأقل. على الأقل، والأسماء اللي وردت إلنا كانت عمر دراغمة من طوباس، عرفات حمدان من رام الله، ماجد زقوط من غزة، شهيد رابع لم تعرف هويته، عبد الرحمن مرعي من سلفيد، ثائر أبو عصب من قلقيلية، عبد الرحمن البحش من نابلس، طارق أبو سنينة من القدس. طارق أبو سنينة استشهد قبل أيام متأثرا بإصابة برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله. محمد الصبار من الخليل، الصبار طبعا استشهد في 8 شهر شباط، شهر 2 الحالي، نتيجة الإهمال الطبي. نعم. ويعني في مستشفى هداسة بعد ما أن نقلوه من معتقل عوفر بسبب مضاعفات مرض يعاني منه في الأمعاء ناجم عن تشوهات خلقية، حيث كان يحتاج لنوع معين من الأدوية، لكن سلطات الاحتلال منعته عن هذا الدواء مما أدى إلى استشهاده. أيضا هناك معلومات عن استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر سيدي تيمان في بئر السبع، لكن الاحتلال يعني ما أعطى تفاصيل حول هذا الموضوع. المركز الأورو متوسطي أخبر إنه هناك شهادات من مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم في غزة أمضوا مدد مختلفة من الاعتقال. نعم. قالوا إنه تعرضوا لممارسات قاسية، واسمعوا شو هالممارسات القاسية: ضربهم بشكل وحشي وانتقامي، إطلاق الكلاب تجاههم، شبحهم لساعات طويلة، تعريتهم من الملابس بشكل كامل، حرمانهم من الطعام، وحتى الحرمان من الذهاب لدورات المياه. وأيضا يعني الحاجات الأساسية يستخدمونها في معاقبة في المعاقبة وفي الابتزاز. وأيضا من أخطر الأمور التي وردت، وكان هناك بعد 7 أكتوبر استباحة لها لم تكن موجودة قبل 7 أكتوبر كما نسمع عنها الآن، وهي عبارة عن تعرض بعض المعتقلات للتحرش الجنسي المباشر. وأنا كنت حريص دائما ألا أتعرض لهذا الكلام، ولكن الأمانة تفرض علينا أنه نحكي هذا الكلام حتى من أجل توثيق هذه الجرائم، لتوثيق هذه الجرائم، وأيضا حتى نضع المسؤولية على كل صاحب ضمير وصاحب قرار، وأيضا على الأمة كلها تجاه أخواتنا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال. طبعا هناك عدد من المعتقلات أبلغنا أن جنود الاحتلال تحرشوا بهن، حتى وصل الأمر للأسف الشديد على إجبارهم على التعري وخلع الحجاب. طبعا هناك خلع الحجاب ورد من أكثر من أسيرة، الأسيرة المرابطة البطلة الأخت هنادي حلواني خلعوا حجابها أثناء الاعتقال. الأسيرة الكاتبة لما خاطر أكدت أن السجان والمحققين هددوها بقتل عائلتها وحرقهم. فأيضا إذا بتحكي بعد 7 أكتوبر موضوع الإهمال الطبي تفاقم، هناك الاحتلال يراهن على عامل الزمن مع هؤلاء المرضى
حتى ينالوا الشهادة. نعم. لذلك أيضا هناك ظروف احتجاز قاسية على هؤلاء المرضى، سوء تغذية، ما في متابعة طبية، الأدوية الخاصة بالمرضى الأمراض المزمنة أيضا ما بيدخلوها عليهم، بالتالي هناك أيضا الأجواء الازدحام والاكتظاظ تساهم أيضا في تدهور الحالة الصحية. وحتى أوصل لك آخر نقطة بدي أحكيها، حتى أوصل مدى سوء الوضع، البعض اللي بقول لك البعض جلس 4 شهور يطلب حتى يأخذ قصاصة أظافر. هذا إلا أخذ قصاصة أظافر. وأيضا بعض المعتقلين أيضا بقوا لمدة شهور بنفس الملابس، وتخيل أنت يبقى بنفس الملابس لمدة شهور وبدون استحمام. يعني هي تفاصيل مرعبة حقيقة، ولكن اسمح لي أن أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا من الضفة الغربية، الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني، الأستاذ أمجد النجار. مساء الخير أستاذ أمجد. مساء الخير لك ولكل المشاهدين ولكم على هذا البرنامج. حياكم الله. نحن نتحدث اليوم عن واقع آلاف من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء يتعرضون لانتهاكات وممارسات مرعبة جدا، يعني تقارير تذكر تفاصيل حقيقة قاسية عن الأوضاع التي يواجهها اليوم الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. دعني أعلم منك وأنت الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني عن المعطيات المتوفرة لديكم، وكيف تصف لنا أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال؟ يعني الوضع داخل سجون الاحتلال وضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. بعد أن بدأت حكومة الاحتلال بعد 7 أكتوبر بفرض الأوامر العسكرية وفرض حالة الطوارئ تحت عنوان حالة طوارئ اعتقالية، فرضها المتطرف إيتمار بن غفير على السجون تحت اسم القفل، بحيث أنه يتم فرض عقوبات كاملة وكبيرة على الأسرى داخل سجون الاحتلال. هذه العقوبات التي تنثرت في 7 أكتوبر تحديدا. مسموع؟ نعم أسمعك، أسمعك أستاذ أمجد. أي نعم، بعد 7 أكتوبر تحديدا عندما فرضت قوانين الأوامر الاعتقالية من إيتمار بن غفير ووزير جيش الاحتلال جالانت، هذه الأوامر العسكرية التي حملت عنوان القفل، وهو الحد الأدنى من الحياة المعيشية داخل سجون الاحتلال. اقتحموا السجون، صادروا كل مقتنيات أسرانا داخل الغرف، وقطعت الكهرباء، قطعت المياه الساخنة، صدرت الكنتين، منعت الكنتين، منع الطعام، تم تحديد كمية الطعام بكميات قليلة جدا. تعرض الأسرى خلال تلك الفترة للتنكيل والضرب على مدار الليالي طيلة فترة أيام الحرب، بحيث كل يوم تقتحم قوات السجون الغرف والأقسام وتعتدي عليهم. منع الدواء عن المرضى، بحيث أن من كان يشكو من أمراض يتم إخراجه إلى الفورة الساحة العام ويتم الاعتداء عليه بالضرب. ارتقى خلال أقل من 4 شهور 8 شهداء داخل سجون الاحتلال، آخرهم الشهيد محمد أحمد راتب الصبار من مدينة الظهرية، والذي عانى من إهمال طبي، وكان قبله الشهيد ثائر أبو عصب، والذي قتل بدم بارد في فضاء النقاب عندما أخرج من داخل غرفته وتم الاعتداء عليه بالضرب من قبل السجانين. 8 أسرى قضوا شهداء نتيجة التنكيل. وهذه الإجراءات والتي قبلت تحديدا تم تنفيذ فترة الطوارئ، بحيث أنه قاتل التي اتخذ داخل سجون. هناك صوت آخر. نعم. طيب أستاذ أستاذ أمجد، يعني أنت تحدثت أيضا عن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني الحديث يأتي مكمل أيضا للتقارير التي تنشرها اليوم وسائل الإعلام، وهي حقيقة يعني يرد فيها معلومات مرعبة عن واقع هؤلاء وما يتعرضون له اليوم من جرائم. ولكن دعني أسأل، هل تم رصد أو توثيق ما تعرض له من اعتقلوا من قطاع غزة ما بعد تاريخ 7
من أكتوبر، علما أننا رأينا في فيديوهات وثقت ما تعرض له هؤلاء أو جانب مما تعرض له هؤلاء الأسرى، وجاء على لسانهم وهم ذكروه من بعد الإفراج عنهم من المعتقلات. ولكن أنتم هل تم رصد أي شيء فيما يتعلق بالمعتقلين من قطاع غزة؟ لدينا شهادات مرعبة حصلنا عليها من الذين أفرج عنهم من أبناء غزة هاشم والذين كانوا معتقلين في عدة معتقلات لم يتم التصريح بها. يعني أنا شخصيا لدي ما يقارب أكثر من 200 شهادة وثقتها يعني هاتفيا مع هؤلاء الأسرى والأسيرات اللواتي أفرج عنهن من غزة هاشم. يعني لا أعرف كيف أتحدث في هذا الملف تحديدا، لأنه يعني الشهادات التي يعني سمعتها بنفسي مرعبة جدا، وما نشر اليوم من تقرير الأمم المتحدة عن تعرض أسيرتين من غزة هاشم للاغتصاب لم يكن بالنسبة لي مستغربا. يعني بعض الشهادات التي تحدث عنها الكثير من الأسرى إن كانوا ذكورا أو إناثا تحدثوا عن انتهاكات غير عادية وكارثية، إن كان تفتيش المواطنات والأمهات والجدات بتفتيش عاري ومذل، واحتجاز بعض الأخوات والبنات في غرف غير معروفة. طبعا يكون الشباب الآخرين أو الآباء الذين يتم اعتقالهم مع بعضهم كعائلات يتم وضعهم في أماكن أخرى. نعم. يعني هذه ما نشر اليوم كان تقرير يعني بسيط جدا أو جزء بسيط جدا مما يحدث داخل غزة هاشم. أيضا الشهادات التي نحصل عليها من الأسرى المقررين من في سجون الاحتلال من الضفة الغربية. نعم. عمليات التكيل، عمليات الإذلال. يعني صراحة والله الواحد ما عارف شو بده يوصف بعض الشهادات التي حصلنا عليها. يعني ممكن الواحد مش قادر يحكيها في الإعلام، ولكن نحن كان لدينا اجتماع قبل عدة أيام مع العديد من المنظمات والمؤسسات، سنحاول الخروج ببيان وبتقرير واضح نوضح عن بعض الانتهاكات. هناك انتهاكات وانتهاكات وتحرشات جنسية تتم بالأطفال، تتم بالأشبال، تتم بالأسراب، تتم حتى مع الكبار. أرسل بيحاول الاحتلال انتهاك حتى خصوصيات وامور خصوص الاحتلالات الدوليه التي اعتقالهم بعد السابع. نحن نقدم تقارير نتوضح. نحن الان نعمل على اطلاق كتاب قريبا، هذا الكتاب نرسله الى كل العالم. نعم. كل الدوليه التي لم تحرك ساكنا. يعني سيحمل عنوان الملف هذا الملف الأسود، وثقنا فيه شهادات مروعة، شهادات كارثية تقشعر لها الأبدان. سنعمل على ترجمته إلى عدة لغات لإرساله إلى تلك المنظمات الدولية التي صراحة يعني بعد 7 من أكتوبر وحتى تاريخ اليوم يعني لم نجد إلا بيانات الشجب والإستنكار، ولم تحرك ساكنا بالشكل المطلوب. ولكن رغم ذلك نحن شعب لا نكد ولا نمل وتنقى، لأن ما يحدث الآن في شوارع أوروبا وفي كل العالم أصحاب الدولة الحية الذين يتخرجون بفترة أبناء الشعب الفلسطيني، نحن نعول عليهم كثيرا أن يكونوا في العالم. هذه أمر غريب. اليوم تبعنا جلسة الأمم المتحدة وقرار الفيتو. نعم، أنا أقدر يعني وأشعر بحجم المرارة في حديثك حول واقع الأسرى، ولكن يأتي تساؤل في ظل عندما نستمع أن كل عواصم العالم الغربي وحتى عواصم العالم العربي بتتحدث عن ضرورة الإفراج عن 130 أسير هم جنود أصلا في جيش الاحتلال الإسرائيلي وارتكبوا قبل ذلك جرائم بحق الفلسطينيين، والكل العالم يرتعب من أجل الحفاظ عليهم وعلى أمنهم ويؤكد على يعني دعنا نقول ضرورة الإفراج عنهم، بينما لدينا آلاف من الأسرى يتعرضون لكل وسائل التعذيب وكل ما يحط ويهين من كرامة الإنسان دون أن تفتح أو يفتح أحد فمه للحديث عن تلك الجرائم ودون أن يحرك ساكنا. أنت بصفتك الناطق الإعلامي لنادي الأسير الفلسطيني تحدثت عن الصليب الأحمر وقلت أن المنظمات هذه لا تصدر إلا بيانات الشجب والاستنكار، ولكن بما تفسر عدم إقدامها على اتخاذ أي خطوات على أرض الواقع من أجل
يعني وضع حد لمثل تلك الجرائم أو الانتهاكات. بما تفسر ذلك؟ ما السبب؟ يعني أولا واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ومنظومة موجودة في أوروبا وفي الكثير من الدول تسيطر عليها أمريكا والصهيونية العالمية بشكل كبير جدا، بحيث أن هذه المنظمات لا تخرج إلا ببيانات يعني خجولة. يعني الصليب الأحمر الدولي المنظمة الدولية الوحيدة العاملة في الأراضي المحتلة والتي منعت وأمام العالم من زيارة السجون أو الاطلاع على أوضاعهم أو حتى متابعة أي ملف اعتقالي، حتى تاريخ اليوم لا يوجد لدينا أي معلومات عن معتقلي غرصة، ما يقارب 3000 معتقل موزعين بين معسكر جفعاتي في صحراء النقب أو في عنتوت في الشمال أو في قسم في سجن عوفر أو في أماكن أخرى تحدث عنها الكثير من المواطنين الذين أفرج عنهم لا يعرفون أين هي تلك أماكن الاعتقال. الصليب الأحمر الآن شبه مشتول، لا يوجد لديه أي معلومات، هي المنظمة الدولية الوحيدة العاملة في الأراضي المحتلة. نعم. فماذا نعول على باقي المنظمات الدولية؟ في القانون الدولي أيضا يعني لا يوجد يعني نظام أو القانون الأمر العسكري اللي أصدره جالانت والمتطرف هذا إيتمار بن جافير أنه المقاتل غير شرعي، هذا لا يوجد في القانون الدولي ولا يوجد هذا المصطلح في القانون الدولي. وحسب اتفاقية جنيف الثالثة واضحة الأمور، هناك مقاتلين وهناك مدنيين، هذا هو الموجود في اتفاقية جنيف الثالثة بشكل واضح، ولكن جاء هذا الأمر العسكري والقانون الجديد أنه مقاتلين غير شرعيين. هذا شمل كل أبناء غزة، شمل الجدات اللي اعتقلوها الحج فهمية 84 عام، شمل نعم النساء والأطفال، شمل الأمهات، شمل المرضى، شمل الجميع. يعني والشهادات التي سمعناها أو وثقناها أو وثقوها الذين يعملون معنا لم يكن هناك تصنيف يعني مقاتلين غير شرعيين، كل الشعب الفلسطيني أصبح في نظرهم يتعاملون معنا بهذا الملف بهذا الجانب. الذي يحدث أنه الآن يعني هذا القتال غير شرعي تستخدمونه في قتل أبناء، هناك تصريحات واضحة جدا لمسؤولين إسرائيليين قالوا بالمسؤولية، هناك العشرات التي توفوا في جبعاتي وتوفوا في عنتوت نتيجة المرض ونتيجة الجوع. أنا سمعت شهادات يبقوا الأسرى أيام لا دواء ولا ملاك وتبتل برد في الحرب العالمية يكون هناك دائما دور من المنظمات الدولية والطريق الأحمر تحدد أول بأول، ولكن هذا الذي الآن في غزة هاشم وحتى ما يحدث في الضفة الغربية من إجراءات من قوانين خيالية. احنا بنحكي عن 33 امر عسكري بعد 7 من اكتوبر، نعم بنحكي عن 70 اوامر اجراءيه كلها تتعلق بجانب يعني انا بسميها قوانين اجراميه. هذه القوانين يعني في القانون الدولي يجب ان تحاكم دوله الاحتلال من صغيرها الى كبيرها. جيد، عندما نشاهد وصلت هذه الفكره ساكتفي معك بهذا القدر. الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ أمجد النجار، كنت معنا عبر سكايب مباشرة. بالعودة للضيفي في الأستوديو البشمهندس مازن بشمهندس، يعني أنت كنت قبل أن نذهب للأستاذ أمجد وهو أضاف على ما قلته أنت وذكرته عن الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي. اليوم يعني استوقفنا كواليس تصوير تقرير إخباري لقناة عبرية تتحدث فيها هذه عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأشار التقرير بأن هؤلاء هم من عناصر النخبة في حركة حماس، أسرة حديدية دون أسفنج، الطعام كان مجرد خبز، الشهادات القادمة كانت مرعبة. يجعلنا هذا التساؤل أنه هل من الطبيعي أن يتعامل الإعلام الإسرائيلي مع مثل هذه الانتهاكات ويظهرها إلى العالم؟ كيف يتعامل معه إذا يرى بأن هؤلاء ليسوا كبشر ويجب التعامل معهم على هذا الأساس؟ اللي بتتفضلت فيه هو حقيقة صورة أخرى مما يحدث في غزة من استباحة كل القوانين الإنسانية والقوانين الدولية والمنطق والعقل. اليوم نحن في عالم يؤمن بمنطق
حق القوة وليست قوة الحق. إذا الحق ما في له قوة تحميه ليس ذو قيمة مع المؤسسات الدولية ومع هذا العالم، وانكشف كذب هذا العالم. لذلك اليوم يتفاخر الاحتلال بوحشيته، ولا يلقي بالا لا لمؤسسة دولية ولا لمؤسسات حقوق إنسان ولا سائل في أمم متحدة ولا صليب أحمر ولا في أي قانون. لذلك اليوم إحنا السؤال يجب أن لا يوجه للمؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، يجب أن يوجه بشكل مباشر إلى الحكومات العربية. جيد، ولكن أنا رأيت يعني منظمة الصليب الأحمر كيف كانت تتعامل مع الأسرى الذين تم تحريرهم من قبل المقاومة الفلسطينية، وتحيطهم بالرعاية وبالحماية، ويواش يواش تمشي معهم وبيضحكوا وبيوزعوا عليهم الابتسامات وبيأخذوهم بالأحضان. لما مع هؤلاء هكذا؟ ولا الأسير الفلسطيني مش بشر ويستأهل أن يعني الانتباه والالتفات إلى مظلوميتها أيضا؟ نعم، اليوم الحكومة الصهيونية هي تدغدغ مشاعر الجمهور اليميني المتطرف الموجود، ولا يهمه أحد غير أنه تظهر لهذا اليمين المتطرف أنها تنتقم من هؤلاء الأسرى. لذلك اليوم حتى التسريب الإعلامي هم مش سائلين أنه ممكن يأثر سلبا في الموقف الدولي، لأنه هم شاعرين أنه أمريكا والحلف الصهيوني العالمي في ظهر الحكومة الحماية والغطاء، ويوفر له الغطاء. لكن الآن هم بيحاولوا أنه يسترضوا هذا الجمهور المتطرف وعائلات الأسرى الصهاينة، أنه إحنا هذول الأسرى الفلسطينيين الموجودين عندنا نحن نعذبهم وننتقم منهم. وأيضا إذا بتلاحظ كمان هم قالوا في التقرير هذا على القناة 13 أنه هذول مقاتلين نخبة، بمعنى أنه هذول اللي كانوا يقاتلوا في الميدان، فما حد يشفق عليهم إذا إحنا بننتقم منهم. بالتالي حتى القناة 13 قالت أنهم يعانون من إجراءات شديدة وصعبة، ويتكدسون في زنازين صغيرة جدا وسط جوع وبرد وتضييق، وأنه كمان دائما يرتجفون من شدة البرد، ويجبرون على حني رؤوسهم وهم جالسون أرضا، كما أن غرف الزنازين صغيرة جدا والأسرة غير مرتبة وبدون أغطية. هذا خطاب موجه لليمين المتطرف، وليس هناك أي اهتمام في ردة فعل المؤسسات حقوق الإنسان. المسؤولية في ردة الفعل يجب أن تكون على الحكومات العربية وعلى الشعوب في الضغط على حكوماتها. اليوم الحكومة الأردنية لها 23 أسير يحملون أرقام وطنية. وين دور الحكومة؟ في سجون الاحتلال 23 أسير أردني. وين اليوم دور الحكومة الأردنية في متابعة هؤلاء الأسرى وهم جزء من الأسرى ويعانون نفس المعاناة في الأسرى الفلسطينية؟ وأيضا احنا بنحكي كمان لكل الحكومات ولكل الأمة، هؤلاء يضحون لأجل الأمة كلها، يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك. هؤلاء أيضا الكثير منهم زي ما تفضل كبار في السن ونساء وأطفال، لم يشاركوا حتى في أعمال المقاومة. بالتالي هناك وحشية وانتقام كبير جدا. وإذا أنا بدي أحكي لك بس يعني عن أنه اللي كان في قناة 13 هو أيضا صدقوا تدوينه على تليجرام لبن كفير أوعز فيها، كانت في كانون أول عام 2023. قال في التغريدة إنه بعد سنوات من عدم الاستخدام أوعزت إلى مفوضة السجون كيتي بيري بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض لمعتقلي القسام. فهؤلاء طبعا هذا بعد 7 أكتوبر، هذا يعني يعتبر معتقل سري، معتقل كان معتقل ملغي لأنه غير صالح. كان تحت الأرض، فيش فيه تهوية، رطوبة عالية، وكان مغلق منذ سنوات طويلة. الآن فتح. فهؤلاء شو قال بن كفير؟ فهؤلاء حسب رأيه لا يستحقون نقطة أو ومضة من ضوء الشمس تحت الأرض، بينما محتجزون قصدوا على يجلسون في أنفاق الجحيم. وهي طبعا يعني كلمة كاذبة، لأنه زي ما تفضلت قبل قليل إحنا القسام والمجاهدون في غزة رغم أنه كان الضرب على رؤوس أهلهم، إلا أنه كانوا يحسنون التعامل مع الأسرى استجابة لأوامر ديننا الحنيف وقرآننا في حسن التعامل مع الأسرى. والأسرى نفسهم كان لهم يعني إفادات لوسائل الإعلام قبل أن يغيروها طبعا تحت الضغط، يتحدثوا عن المعاملة التي تلقوها من قبل كتائب القسام، وهو انتصار أخلاقي للقسام بالإضافة إلى الانتصارات الميدانية رغم الألم الشديد اللي بيعانوه المدنيون في غزة. فأنا اللي بدي أقوله أنه حتى إذا بتطلع أنت يعني على الظروف الإنسانية الصعبة
الأسيرات بشكل خاص، وعلى سبيل المثال في سجن الدامون، يعني المشترك في سجن الدامون بين كل غرف الأسيرات زنازين الأسيرات إنه الغرف مليئة بالبق، تخيل. الفرشات رقيقة جدا، مليئة بمياه وسخة، الغرف مكتظة جدا، يتعرضن بشكل دائم للتفتيش العاري. حسب الأخبار يكدن يمتن من البرد والجوع، لا يوجد ملابس ولا حتى صابون للاستحمام، والفورة ممنوعة، التشميس ممنوع، والأكل سيء للغاية. حسب آخر التقارير أنه في عندنا حوالي 60 أسيرة موجودة داخل سجن الدامون، والأمثلة كثيرة أيضا في بقية طبعاً السجون. طبعا يعني إذا أردنا أن نفرد لها حلقات، إذا أردنا أن نسلط الضوء على واقع الأسرى حقيقة ونتحدث بالتفاصيل ما يتعرضون له، ولكن في دعني أعود فقط للأسرى الأردنيين. ذكرت بأنه 23 أسير أردني يحملون الرقم الوطني، هؤلاء وهم مواطنين أردنيين موجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ماذا تقول أو ما هو تعليق وزارة الخارجية الأردنية حول ظروف هؤلاء، وهل من تواصل معها، وبماذا ترد على أهليهم أيضا؟ سيد العزيز، للأسف الشديد لم نسمع أي تعليق من وزارة الخارجية وأي تدخل جدي لمتابعة الأسرى الأردنيين بشكل خاص في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني. ونحن في هذا المقام أيضا نوجه كلامنا إلى وزارة الخارجية، نقول إنه اليوم إحنا ما منطالب وزارة الخارجية فقط التحرك للأسرى الأردنيين، إحنا بنحكي اليوم الأسرى الأردنيين جزء من المعركة وجزء من الأسرى الذين يتعرضون للقمع والإبادة. هناك إبادة في داخل غزة، وهناك إبادة أخرى في جبهة الأسرى، وهناك انتهاك لكل الحقوق الإنسانية للأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني. نقول بشكل واضح أين دور وزارة الخارجية، وين دور الحكومة الأردنية في الضغط على الاحتلال بكل الطرق والأساليب. إحنا اليوم للأسف الشديد ماذا تنتظر وماذا تتوقع عندما يسمع الأسير الأردني داخل سجون الاحتلال أن هناك جسر بري لإمداد العدو الصهيوني؟ ماذا تتوقع أن هذا يعني سيصل في معنويات وفي خلينا نحكي حالة الأسير الأردني؟ شيء محبط له، شيء محبط أنه أنا أسير أردني وحكومتي تدعم الاحتلال اللي قاعد يبيدني داخل سجون الاحتلال. لذلك إحنا اليوم نحكي هو واجب الأمة، واجب الحكومات، واجب الشعوب أيضا في أن تهب لنصرة هؤلاء الأسرى الأبطال. وهناك أيضا يعني أنا اللي زي ما تفضل قبل شوي الأستاذ في موضوع الشهادات الواردة، نعم، الأستاذ أمجد النجار، الأستاذ أمجد النجار الآن ما قاله مثلا مدير أو ما وصل عن مدير عام مجمع الشفاء الطبي في غزة، وأنا أود الدكتور محمد أبو سلمية. الدكتور محمد أبو سلمية اعتقل من المستشفى في 23 نوفمبر الماضي، حسب شهادات الأسرى اللي كانوا معه أجبر أبو سلمية على الجثو على يديه وركبتيه، بعد أن كسروا يديه ووضعوا في رقبته حبل واقتادوه بهذه الطريقة أمام زملائه وأمام الناس في محاولة الإهانة، في محاولة لكسر معنوياته، لأنه شخصية معروفة كسر معنوياته ومعنويات من يشاهده، ووضعوا الطعام أمامه وأجبروه على تناوله بفمه، يعني حشاء مثل الحيوانات من دون أن يستخدم يديه، منع من النوم وتم تعذيبه على مدار الساعة، وأيضا قام الاحتلال بالضغط عليه حتى يطلع بتسجيل مصور أن المقاومة تستخدم المستشفى كمقر عسكري، رفض ذلك بشدة وتعرض للتعذيب ومنع من النوم، وقال لهم هذا لم يحدث، وتحمل أيام من التعذيب الشديد في موقف بطولي كما كان بطل الدكتور محمد أبو سلمية في المستشفى وهو يدعم ويعالج المرضى، كان أيضا بطل داخل سجون الاحتلال ورفض أن يشهد شهادة زور ضد المقاومة ويفك العذاب عن نفسه. الشهادات كثيرة. الأسير الأردني عمار مرضي السلطات الاحتلال نقلته من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي في سجن سلمون، وذلك كان في 16 من نوفمبر الماضي. بعدين قاموا بالاعتداء عليه بواسطة 16 سجان مرة واحدة، هجموا على عمار وقاموا بضربه، وحتى وصل فيه انه فقد الوعي بعد ان اصيب بكسور في جسمه، كسور في اضلاعه والتهاب في يده،
وللأسف الشديد رغم أنه الأخبار وصلت لهون ورغم أنه كمان وصلت الأخبار للحكومة الأردنية ولوزارة الخارجية، لم نجد هناك تحرك حقيقي في هذا المجال. وإحنا اليوم نحكي هذه التضحيات لا تكاد تذكر في مقابل التضحيات اللي نسمعها عن أهلنا في غزة من جوع ومن هدم ومن هدم البيوت على رؤوس الأطفال والنساء. إحنا بنحكي هاي جبهة أيضا أخرى، ونقول إنه إحنا لما منطالب الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية أنها تعمل وتتحرك، إحنا بنحكي تتحرك لمجمل الإبادة اللي في غزة والإبادة اللي داخل سجون الاحتلال. عمار مرضي، كم محكوميته في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟ عمار مرضي يا سيدي العزيز محكوم، خلنا أعطيك حكمه بالضبط لأنه أنا مسجل عندي هون. عمار مرضي محكوم مؤبد، مؤبد واحد مؤبد. نعم، عمار مرضي محكوم مؤبد و كنت بدي أجيب تاريخ اعتقاله، تاريخ اعتقاله. أما والله مش تمام. موجود عندي. ما في من مشكلة. سنوات طويل. نعم. ما في مشكلة، بس إحنا أمام يعني هذا نموذج إحنا متحدث عنه. بدي أحكي لك نموذج. نموذج بتعرض له آلاف من الأسرى. في أسير مسن اسمه عبد الرحمن صلاح. هذا أين؟ هذا في أي سجن؟ في أحد السجون. تمام. أحد الأسرى المحررين بعد إنه تم الإفراج عنه يقول إنه يتعرض للإغماء يوميا بسبب هبوط السكري، وإدارة السجن تتمنى عن تقديم أي علاج له، ونقص طعام ونقص مياه، وكان يقول السجانين لما يموت بتنادوا علينا، وتم مصادرة نظارته وعكازته على العكازة. نعم. يعني كبير في السن وطاعن. الأسير نور القاضي مريض بالقلب اعتقل بعد 7 أكتوبر. طبعا مكث 120 يوم وتم الإفراج عنه، فقد نص وزنه خلال اعتقاله، تعرض لخمس كسور في جسمه، 120 يوم لم يغير ملابسه، لم يدخل الملح والسكر إلى جسمه خلال فترة اعتقاله، ولم يأخذ دواء القلب. هاي من النماذج ومن المعاناة اللي كانت موجودة. يعني النماذج لا تنتهي. أحد الأسرى وقت الاعتقال بيقولوا انهم عندي عملية في مكان معين. نعم. يتم ضربه ويتم على تعذيبه مكان على مكان العملية. العملية ومكان الإصابة. اللي بدي أقوله اليوم، الأسرى هم جبهة الاحتلال ينتقم منها. والاحتلال يدرك انه هؤلاء الأسرى بالنهاية سيجبر الاحتلال على عقد صفقة وفق شروط المقاومة. وأنا أقول هنا المقاومة اليوم ترفض انه فقط أن يكون الصفقة تشمل فقط الإفراج عن الأسرى، هذا تحصيل حاصل سيكون تبييض السجون، ولكن أيضا المقاومة اليوم تدرك أنه لابد ربط ملف الأسرى أيضا والتبادل بوقف الإبادة داخل غزة، وقف إطلاق نار وإدخال المساعدات وبقية النقاط اللي وردت في الإعلام. الأسرى نفسهم اليوم داخل سجون الاحتلال بيحكوا للمقاومة، بيشدوا على أيدي المقاومة اليوم، إحنا ما بدنا نروح بدون أن يتم وقف العدوان على غزة. وحتى الأسيرات اللي روحوا في الأيام الأولى قالوا إحنا كنا نتمنى نظل بالسجن ولا يصير في أهل غزة ما صار. هناك حالة إيثار، الأسرى يؤثرون أهل غزة على أنفسهم، وأهل غزة لم تجد أحدهم يتبرم إنه والله ليش الأسرى وليش يتم الإفراج على الأسرى. هناك حالة بطولية في الإيثار في التضحية حقيقة. إن اليوم غزة علمتنا، اليوم الأسرى داخل سجون الاحتلال يعلمونا. أنا اللي بدي أحكيه إنه اليوم الأمة يجب عليها أن تقوم بدورها، تضغط على حكوماتها للضغط على الاحتلال. اليوم أنا بحكي أبسط شغلة، لو الحكومة الأردنية نعم. لوحت بإلغاء أو تجميد معاهدة وادي عربة، أنا متأكد إنه سيكون هناك اختلاف كامل. لو هذا الشيء تم من الحكومة الأردنية وتم من الحكومات أيضا المطبعة مع الاحتلال الصهيوني واللي إلها اتفاقيات، أنا بقول لك مستحيل يصل الوضع داخل سجون الاحتلال إلى هذا الوضع، ولا يصل الوضع داخل غزة إلى ما نرى اليوم. اليوم أنا بحكي لك يجب ألا نراهن على مؤسسات حقوق الإنسان، على الصليب الأحمر، على الأمم المتحدة. اليوم هذه مؤسسات مكبلة من دول ومن أنظمة عالمية تحمي العدو الصهيوني. هذه المؤسسات لن تتحرك
لإنقاذ الأسرى أو لإنقاذ شعبنا في غزة بدون أن يكون هناك ضغط حقيقي على الدول من خلال الدول العربية من خلال الحكومات العربية. لذلك اليوم اللي إحنا حكيناه فقط حتى يعني نقرأ الخزان نقرأ الخزان أو نقرأ الجرس حتى, يعني حتى بالضبط نعم. إنه أنا حتى أناشد المؤسسات المجتمع المدني وأن يكون هناك تحرك عناوين الرئيسية أيضا إلى جانب غزة أن يكون أيضا موضوع الأسرة. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر في هذه الصورة التي رسمتها لنا حول واقع الأسرة في سجون الاحتلال وتصاعد الانتهاكات بحقهم. عضو اللجنة الوطنية للأسرة والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية البشمهندس مازن ملصة، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. وأنتم أيضا مشاهدين فاصل قصير ومن ثم نعود، فللتغطية المفتوحة بقية لا تبتعدوا.